السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي ليكم يا جماعة، تحياتي لكل الناس اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تدريب كلاب هوم دوجز منور وتدريب كلاب البحيرة كابتن أبو نور. شكرا لثقتكم وشكرا لمتابعتكم وشكرا لمحبتكم لينا. كل يوم الحمد لله بنتقدم بنفسكم وبنتقدم يعني وقفة ربنا معانا، يعني دي أهم حاجة. وثقة الناس المحترمة ديت فينا، ويا سلام لما تلاقي بقى واحد جاي لك من دمياط لمحافظة البحيرة، طبعا مشوار كبير. وطبعا احنا اسفين ان احنا قلنا على الكلب بتاعه ان هو كان ضعيف شخصيا شويه وكان شخصيته متبهدله، فاحنا اسفين للراجل الاستاذ اكرم طبعا من الشخصيات المحترمه، بس انا معلش حبيت ان انا نوضح للناس الكلاب اللي بتيجي بتبقى شكلها ايه، ولما بنشتغل معاها الحمد لله وبنتعب، وطبعا من جد وجد فعلا بنتعب وبنبذل مجهود مع الكلب بنوصل بيه لايه، والحمد لله بنوصل بيه لمستوى جميل جدا. كلبش يا جماعه كان جاي لنا هنا، هنقول كل كلمة والراجل ده هيقول صح ولا غلط بما يرضي الله، مش عايزين منه كلمة زيادة ومش عايزين منه أي حاجة مجاملة لينا، هي معرفة خير أولا، بس احنا مش عايزين كلام مجاملات بما يرضي الله. هنخلع لك المايك تمام وانا هنسيبك عشان هنقول لكم الراجل ده عامل معايا ايه. دمياط احسن ناس، ناس دمياط كلهم حبيبي، ربنا يبارك لك يا باشا. بما يرضي الله كده استاذ اكرم، الكلب ده كان جاي كان بيهجم على حد؟ لا، كان في رجوله ان هو بيخش ويمسك عصايه ولا دراع ولا كلام من ده؟ كانش بيعمل اي حاجه في الدنيا والله خالص. الكلب ده انا اتصلت، كان بياكل ويشرب وينام، ياكل ويشرب وينام. الكلب ده انا اتصلت بيك وقلت لك الكلب ده كان في حد بيأذيه وبيضربه؟ حصل. حصل ولا لا؟ حصل. الكلب ده كان بيخاف من اللي واقف ورا منه دايما، ودايما ما عندوش ثقه في حد في اللي حواليه كله. تمام. صح؟ صح. ما كانش، كان اخره ان هو يهبب على اللي واقف قدامه من بعيد. طب لو اللي واقف قدامه كان قرب له؟ كان بيكش ويرجع لورا، كان يخاف ويرجع لورا. تمام. طب يا جماعه طبعا انتوا كلكم شفتوا كلبش معانا على القناه، وشفتوا كلبش دلوقتي بيهجم ازاي، اللي احنا عدنا له كذا لقطه قبل كده في حلقه وهنوريكم دلوقتي. طبعا الاستاذ اكرم لما اتصلنا بيه وقلنا له تعالى يا باشا استلم الكلب بتاعك، رد قال لنا الكلب بتاعي ما مسكش العصايه. انا عايز يعني شوفوا نبصوا على التعب اللي احنا تعبناه ده كله مسافه شهر وبيقول لي ما مسكش العصايه. الكلام ده كان اول امبارح، في خلال امبارح خليته له يمسك العصايه، يعني في يوم واحد خليته له يخش ويجي مع العصايه وما يخافش منها. تمام. فطبعا يا جماعه دلوقتي احنا نعمل ايه مع الاستاذ اكرم؟ لا، احنا نوري له الكلب بتاعه ونقول له ربنا يبارك لك فيه يا رب. وتحياتي للاستاذ اكرم وتحياتي لكل الناس الجميله اللي في دمياط، وفعلا دمياط كلها رجاله وكلها اخوان وناس محترمين. تعالوا بقى نشوف كلبش كده وهنكمل تاني مع الاستاذ اكرم يقول كلمته اللي مش هنسيبه لما يقولها هنا. حبيبي ربنا يبارك لكم فيه يا باشا. تعال كده بقى في الجنب كده يا باشا زي ما انتم. سلام. سكوات. شاطر يالا، برافو يالا، شاطر كلبش، برافو 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 كلبش، اطلع اطلع، شاطر كلبش، شاطر، برافو، تعال، شاطر كلبش، برافو. نعيدوها تاني؟ نعيدوها تاني؟ هي هو المشاهد بيحب يعيدها كل شوية. خش يلا. ولا ثابت، برافو. ايه ده ايه ده؟ ها شاطر يا برافو يا شاطر يا، اطلع برافو كلبش، ثابت. ايه برافو، شاطر شاطر، خلاص هم عرفوا انك راجل صح؟ عصاية شاطر كلبش، شاطر ولا شاطر، ايه ده يا ايه ده يا امسك ايه ده، ولا ايه ده ايه ده يا ايه ده، ولا ايه ده ايه ده، شاطر كلبش، برافو يالا برافو يالا، شاطر يالا، ها برافو يالا، شاطر. خش خدها، حاجتك فين يلا، حاجتك فين، حاجتك فين، حاجتك فين، شاطر كلبش، دراع ولا
كلبش. يلا كلبش، برافو برافو برافو. ولا ولا ايه، شاطر يا شاطر يا، برافو برافو كلبش، برافو كلبش، برافو سي، شاطر كلبش، برافو. حبيبي ربنا يبارك لكم فيه. تمام يا باشا، 100 100. ادي يا جماعه طبعا كلبش، ربنا يبارك للاستاذ اكرم فيه يا رب. وهو اقتنع دلوقتي لما شاف الكلب بيهجم بكل قوته، بيمسك الدراع بيمسك العصايه، الكلب بينفذ دخلاته، مستعدين ان احنا نشتغل بيه بره في الشارع، مستعدين نشتغل بيه على الطريق الزراعه، على الطريق الصحراء، في اي مكان. الحمد لله الكلب بينفذ معانا. الكلب وصل لمرحله الرجوله خالص. طبعا ده بعد ان الكلب كانت مشكلته كلها كل اللي يقف وراه يحاول يلمس الكلب. الكلب كان يبدا يكش، معنى كده ان كان فيه شد شعر، شد ودان، ماسك بوز، الحاجات دي كلها. كنا نقف ورا الكلب في التشجيع واحنا بنشجعه للتدريب، كان الكلب من ورا يخاف وينطرب من اللي واقف وراه. طبعا ده بسبب ان مفيش ثقه في صاحبه حتى. الحمد لله قدرنا نقنع الكلب واشتغلنا معاه وغيرنا من طبع الكلب خالص، وصلنا بيه لمرحله كويسه. الكلب دلوقتي بيخش بكل قوته، بيمسك عصايه، بيمسك دراع، ما بيهموش هو بيهجم على ايه، كل الضغط اللي هو بيعمله. طبعا ده نتيجه رد فعل التدريب اللي احنا عملناه، والحمد لله ان احنا وصلنا بيه للمرحله دي. هنسمع بقى الاستاذ اكرم والناس الجميله اللي معاه. طبعا الناس دي يا جماعه من دمياط، وبنرحب فيهم هنا في محافظه البحيره. ربنا يخليك يا باشا، وبنرحب بالناس دي يا جماعه في محافظه البحيره. طبعا نسمعهم ونشوف هم هيقولوا ايه، وطبعا اكيد مش هيقولوا كلمه مجامله، علشان طبعا الناس دي بتدفع فلوس مش بتدرب ببلاش برضو، ولهم الحق عندنا ان هم ياخدوا حاجتهم زي ما هم جايين ومتوقعين. اتفضل يا باشا. ربنا يبارك لك يا ابو نور، واتضميت ما بتجاملش حد وانت عارف الكلام دلوقتي. وكلبش انا كنت جايبه ما بعملش اي حاجه في الدنيا غير انه بياكل ويشرب وينام، وربنا يبارك لك على المجهود اللي انت عملته معاه، وما تحرمش منك ابدا. بص يا ابو نور، انا من ساعه ما جبت الكلب ده، الكلب ده جاي هنا عامه ما يفقهش اي حاجه عامه، يعني انت نطقته وخليته اللي هو شراسه بتطيع بيعمل كل حاجه تمام. تسلم ايدك يا ابو نور، والله يبارك لك. الله يبارك لك يا رب. الله يا ابو نور، احنا شرفنا بمعرفتك وتسلم ايدك كده. اكرم كان جايب لك الكلب ده ميت وحيا من تاني. بصراحه يعني انا اصلا بتعب منهم لانه بيربي الكلاب، والكلاب تبقى عجول كده ما بتعملش حاجه برضه. فانا يعني اول مره اتبسط اللي هو ربى حاجه وانت خليتها له كده، فتسلم ايدك وربنا يبارك فيك ويبارك فيك في مهنتك، وانت ناس محترمين، وفرقه العمل صحته ايه يا باشا؟ صحته كده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هو بقى كلب، حتى لو مش هيعمل حاجه مع حد، او ما احناش هنخليه يعمل حاجه مع حد، احنا مبسوطين بيه كده. وانت كفايه بس اللي احنا جينا، والكلب كان عندك، وانت تسلم ايدك انت والناس اللي معاك، وانتوا احسن ناس. وانا برضو المره الثانيه يا اكرم بقول لك، ما قلتش تربي لنا كلاب وتخلي لنا عجول على الفاضي، لان احنا كده عندنا كلب. ايوه ابو نور على طول. انا برضو هبقى اخد منك كلب ابو نور بقى بصراحه، يعني ما بعرفش فيهم بس اخد منك كلب بامان. تحياتي لكم يا جماعه، وتحياتي للناس المحترمه الجميله ديت، ناس دمياط احسن ناس واحسن رجاله. غاوي فعلا ومحب للحيوان ده فعلا، ومعناه ان هو واثق في الشخص اللي هو رايح له، وعارف هو رايح لمين، وعارف هو حاجته هتتعامل. لو كانت كل الناس وصلت فيها لمرحله ان هي خلاص الاحباط، لا احنا ما عندناش احباط الحمد لله.